بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله بنكمل شغلنا للصف الثاني الإعدادي والتأسيس مع نقطتين مهمين جدا بنستعرضهم في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهي The Present Continuous Tense، المضارع المستمر، وفي الجزء الثاني من الفيديو بناخد الأدفيربس، وديت نقاط الجرامر المهمة اللي موجودة عندنا في يونت 2 بالنسبة للصف الثاني الإعدادي. بنبدأ بإذن الله مع the present continuous tense، زمن المضارع المستمر. زي ما احنا عارفين الطريقة بتاعتنا في شرح الأزمنة بتبقى بسيطة خالص، يعني احنا عندنا الفورم والميننج. شكل المضارع المستمر بيتكون من ام واز وار زائد المين فيرب الفعل الاساسي زائد اي ان جي. طبعا الام مع الاي والهي والشي مع الاز والزي والوي واليو مع الار. بالنسبه للاختصارات زي ما خدنا في فيرب تو بي، الام ممكن تبقى ابوستروف ام اي ام، والاز تبقى ابوستروف اس هز، والار تبقى ابوستروف ار اي زير. اوكي ده تمام. بالمره في الشكل بنحط الكلمات الداله عليه اللي هي ناو ولوك وليسن وات ذا مومنت وات بريزنت وتوداي. ده لو كان بيدل على الاستمرار. ممكن ايضا بيجي معاه tomorrow و next لو كان بيدل على الفيوتشر زي ما هنشوف لما احنا هنستعرض المعنى بتاعه. تمام، يبقى ده شكل المضارع المستمر فين؟ في الاثبات. مثالا على ذلك يعني بقول لك I am playing football now. He is watching TV at the moment. They are cooking lunch now. تمام. طيب ده بالنسبة للفورميشن في الإثبات، الشكل في الإثبات، الشكل في الإثبات. ام اي ان جي فعل اي ان جي، از اي ان جي، ار فعل اي ان جي. طيب اهو افيرماتيف إثبات. طب لو جينا للنفي، بالنسبة لنفي المضارع المستمر من أسهل ما يمكن حركة واحدة فقط، يعني بنحط ها ام is are زائد not، وممكن تختصر ونحط بعدها الفعل في ing. ها تعالى هنا نمارس الكلمه I am not playing، نحط not هنا. He's not watching television at the moment. They are not cooking lunch now. يبقى حركه واحده فقط بنحط كلمه not عشان ننفي الجمله، لنفي الجمله في المضارع ايه؟ المستمر. تمام. طيب لتكوين سؤال بهل، تكوين سؤال بهل، ها الاي ام بتتحول لار يو ونحط الفعل في اي ان جي، والاز وشي از تحول لاز هي واز شي زائد الفعل في اي ان جي، وزي ار بتحول لار زي زائد الفعل في اي ان جي. تمام. ها ده بالنسبه لهل. يعني لو عايز اقول لواحد ها Are you playing football now؟ الإجابة Yes I am أو No I am not. طيب لو قلنا Is he watching television at the moment؟ Yes he is. No he isn't. طيب Are they cooking lunch now؟ Yes they are. No
زي أرنت. تمام. وفي طريقة تانية برضك للإجابة ممكن أقول بالنسبة لنو بالتحديد، يعني ما أقول لواحد إيه Are you playing football now؟ ممكن يقول لي No I am not، ويقول لي حاجة تانية يعقب يقول I am كذا، يعني ممكن يقول إيه I am ويجيب فعل تاني بيعمله. أوكي، ده عشان لو في استطراد في الكلام في الحوار بين شخص وشخص. أوكي، ده بالنسبة للسؤال بهل. بقول مرة تانية التبديل، يعني احنا قلنا في النفي حركة واحدة نط، هنا ببدل دي مع دي، إلا I am تبقى are you، وهي is تبقى is he، وزي are تبقى are they. تمام، بالنسبة للسؤال بهل. أما بالنسبة للسؤال بأداة الاستفهام بنحط أداة الاستفهام المناسبة قبل التركيبة دي، يعني are you و is he و are they، بنحط قبلها أداة الاستفهام. إزاي؟ هنشوف الوقت إزاي نستخدم سؤال في أداة استفهام في المضارع المستمر. الوقت هنشوف إزاي نستخدم السؤال بأداة استفهام مع المضارع المستمر. يعني قلنا إيه؟ I am playing football now. He is مثلا going to the market at the moment. They are sleeping now. تمام، بسهلة بسيطة خالص، أنا بقرأ الإجابة وبجيب معنى الأداة من خلال الإجابة. يعني هنا أنا بلعب كورة الوقت، بلعب إيه؟ أنا قلت إيه؟ يبقى وات، يبقى بحط أداة الاستفهام الأول ولتكون وات. لقيت هنا I am، زي ما إحنا قلنا في اليس نو بحولها لإيه؟ لآر يو. ها، يبقى وات آر يو بلاينج، بشيل الجزء اللي بسأل عنه. ناو بتلعب ايه دلوقتي، وممكن احط دوينج ماذا تفعل الان. اوكي، يبقى ثلاث خطوات بسيطه. الخطوه الاولانيه اجيب اداه الاستفهام من معنى الاجابه وبحول اي ام لار يو، وبحذف الجزء اللي انا بسال عنه. وخلي بالكم ان كلمه دوينج ممكن تسال على كل الافعال اللي فيها اي ان جي. الثاني هيز جوينج تو ذا ماركت، ها تو ذا ماركت، يبقى هنا وير، ها يبقى وير، وبدل هي از تبقى ايه؟ از هي جوينج ات ذا مومنت. تمام، يبقى اين يذهب في هذه اللحظه. طيب الاخيره زي ار سليبنج ناو، ما فيش هنا عندي ان انا ممكن اقول ايه وين، بس مش هتبقى مستساغه، بنقول وات ونبدل الاثنين. ها ار زي دوينج ناو، وات ار زي دوينج ناو. اوكي، ماذا يفعلون الان؟ اوكي، بيبقى بنرجع تاني ونعيد عشان الطلبه بتوعنا يفهموا كلامنا. بنحط أداة الاستفهام المناسبة من خلال معنى الإجابة، بنبدل زي ما احنا قلنا بالظبط في السؤال يس نو I am are you، I am are you، he is he، they are they، بنكمل جملتنا عادي بس بنشيل الجزء اللي احنا جبنا الأداة مكان. ما ينفعش أقول I am eating lunch now وأسأل وأقول what are you eating lunch now، لأن what بتساوي lunch، فازاي إن أنا هجيب الاثنين؟ أوكي، ما ينفعش. الحتة التانية اللي انا اتكيت عليها قلت ممكن اسأل عن الفعل باستخدام الأداة وابدل وبعدين اقول doing زي المثال الأخير. بنيجي الوقت للمنعطف الأخير بتاعنا بالنسبة للمضارع المستمر، وهو المعنى. المعنى من خلال اللي احنا شفناه ان شيء بيحدث اثناء الكلام. يعني انا بقول هنا I am playing football now، يبقى في اللحظة ده اللي انا بتكلم فيها يبقى انا بلعب كورة الوقت. اوكي، ها I am teaching now زي ما انتم شايفين. اوكي، ولذلك يستخدم في وصف الصور، لان الصور ما بتتحركش زي ما هي، يعني ما ابص للصورة واقعد اوصف فيها اللي بيحصل ايه.
My father is reading, my mother is cooking, my sister is playing, my brother is watching television. وهكذا بوصف صورة قدام. تمام؟ الحتة الثانية من دلالة المضارع المستمر حدث يحدث حول اللحظة. يعني ايه حول لحظة الكلام؟ يعني هو بيحصل في الوقت اللي انا موجود فيه ولكن مش بشرط في نفس الوقت. ازاي يعني؟ لو انا بدرس مثلا في الكلية، بدرس في المرحلة الاعدادية، هي ما خلصتش ولكن انا لسه موجود فيها لانها بتستغرق اكتر من لحظة الكلام، يعني سنوات طويلة. يعني اقول لك ايه؟ I am studying at prep school now. يعني الحته دي عايز افسرها مش بشرط ان انا الوقت موجود في المدرسه، لا انا بدرس في الايام دي، الايام دي في اللحظات اللي انا موجود فيها دي حول لحظه ايه؟ الكلام. الحته اللي بعد كده بيدل المضارع المستمر في نقطه عكس المضارع البسيط اللي احنا اخذناه في فيديو خاص بثانيه اعدادي اللي هو في الوحده الاولى. المضارع البسيط بيدل على حدث فيكسد، يعني ثابت، يعني حاجه بتحصل مستمره ثابته ما بتتغيرش زي المعيشه، تمام، زي العمل. اما المضارع المستمر بيدل على حدث مؤقت. يعني اقول لك ايه؟ I usually drink tea but today I am drinking coffee. المثال ده جميل قوي. يعني انا عاده ده مضارع ايه؟ بسيط، ما بشرب شاي، ولكن اليوم زي ما انا كتبت لكم في الاول الكلمات الداله على المضارع المستمر، انا بشرب قهوه، فده حدث مؤقت حطيته في المضارع ايه؟ المستمر. الحته قبل الاخيره ان المضارع المستمر بيدل على مستقبل مخطط له مسبقا. يعني لما انا كنت حطيت بعض الكلمات الداله على المستقبل هي tomorrow ونكست، يعني اقول ايه؟ they are living tomorrow. دي معناها ان هم رتبوا للمغادره بتاعتهم، وطبعا دي لها معنى مخالف لما ندرس الفيوتشر عن ويل وام واز وار جوينج تو، يعني مش اللحظه بتاعتنا اللي هنتكلم فيها دلوقتي. ولكن اللي انا عايز اقوله، لقيت كلمه داله على المستقبل ممكن استخدم معاها الفورم بتاع المضارع المستمر، بل ترتيب في المستقبل. اوكي. حتى الاخيره الافعال اللي هي خاصه بالمشاعر، الخاصة بالملكية، الخاصة بالتفكير، وأنا هكتب مع بعضهم دلوقتي، لا يستخدم في المضارع المستمر ويستخدم في المضارع البسيط. زي مثلا like love hate this like belong on no وافعال كثيره. يعني هنا يحب، يحب، يكره، يكره، يخص، يملك، يدين، يعرف، كل الحاجات دي استخدم معاها الازمنه البسيطه زي المضارع البسيط. يعني اقول اي لايك، ما ينفعش اقول اي ام لايكينج. ذس كار بلونجز تو مي، ما ينفعش ابدا اقول از بلونجينج تو مي. وممكن هنا اي نو ذا تروث، ما ينفعش اقول اي ام نوينج ذا تروث، انا عارف الحقيقه. اوكي. يبقى بعيد كلامي تاني اعزائي الطلبه، ان الدلاله يعني المعنى بتاع المضارع المستمر بيدل على حدث يحدث اثناء الكلام او حول لحظه الكلام، وحدث مؤقت وترتيب في المستقبل، والافعال بيسموها ستيتيف، افعال الشعور والاحساس، افعال الملكيه، افعال الادراك، لا تستخدم مع زمن المضارع المستمر. يبقى ده الجزء الاولاني من الفيديو بتاعنا النهارده. اعزائي الطلبه دلوقتي بنيجي للجزء الثاني من الفيديو بتاعنا، وهو عن بقيه القواعد اللي في الوحده الثانيه بالنسبه للصف الثاني الاعدادي. الادفيربس، وده موضوع شيق جدا في اللغه. موقع الفعل فين؟ احنا عارفين ان احنا درسنا قبل كده الادجكتيفز
اللي هي الصفات، والصفات بتيجي قبل الناونز. نفسر اكتر عشان الطلبه بتوعنا يفهموا. الصفه في اللغه الانجليزيه بتيجي قبل الاسم، تمام؟ يعني مثلا بقول ايه؟ أطول مان. طيب موضوع النهارده اللي هو الادفيرب، اللي هو الظرف اللي بنسميه في اللغه العربيه الحال. بشكل عام الظرف بيجي بعد الفعل. يعني انا لو عندي فاعل وعندي فيرب اللي هو فعل، هنا بيجي لي ادفيرب اللي هو الظرف. طب ليه لغويا بنستخدم الظرف بعد الفعل؟ عشان يبين كيفية حدوث الفعل، تمام؟ يعني مثلا he speaks، عايز ابين الكلام ازاي؟ ممكن نقول ايه؟ quickly، ها؟ بسرعة، slowly، ببطء، angrily، بغضب، happily، بسعادة، funnily، بمرح، quietly، بهدوء، loudly، كتير. يعني انا بقدر ان انا اعبر عن كيفية حدوث الفعل باستخدام الادفيرب، وبيقع بعد الفعل، ودايما بسأل عنه بهاو ليه كيف. يعني هنا لو انا قدامي واحد بيتكلم بسرعة وبسأل عنه how does he speak، يقول اللي بيرد عليه he speaks quickly. How does he speak? He speaks slowly. How does he speak? He speaks angrily. يعني واحد مش طايق نفسه. طب واحد تاني بيتكلم بسعادة، he speaks happily، وهكذا. اوكي؟ يبقى ده نوع من الادفيربس، لأن أنا حضرتك مش ده النوع الوحيد للظروف، لأن في أنواع مختلفة. الظروف دي بنسميها اللي هي بتاخد ال واي من الصفة، يعني احنا لو دققنا فيها كده هنلاقي إن الظرف ده واخد ال واي من الصفة، يعني كويك سريع، بقى كويك سلو بطيء، بقى سلولي انجري غضبان، بقى انجرلي، وهكذا. ها مع الاختلافات اللي موجوده فيها بنسميها adverbs of manner، ظروف الحاله بتاعه الفعل، ودي دايما بتيجي في اخر الجمله، تمام؟ طيب في نوع تاني من الظروف بيجي قبل الصفه. يعني مثلا لما اقول ايه؟ extremely، very، quiet، دي كلها ظروف بس بيجي بعدها صفه، وده الموقع الثاني. طيب هي هو بيستخدموها ليه؟ بيستخدموها عشان يبينوا الصفه دي موجوده ازاي، زي ما الفعل ده بيحصل ازاي الصفه موجوده ازاي. يعني اقول لك ايه؟ he is very tall، يعني هو طويل جدا، بس ما فيش مشاكل هنا. يعني الشخص اللي قدامي طويل بيستخدم الوسائل المواصلات بتاعتنا عادي، بيقعد في الديسكس بتاعتنا عادي، اللي هي المقاعد بتاعتنا عادي، ما فيش فيها مشكله. انما لو انا قلت اكستريملي يبقى للغايه، وفي الحاله ديت هيبقى في مشاكل عندي بالنسبه للشخص ده، لانه اكثر من اللازم، يعني طويل اكثر ما يعرفش يدخل من البيبان بتاعتنا، ما ينفعش يستخدم المواصلات بتاعتنا بسلاسه، تمام؟ فموقع تاني للظرف بيجي قبل الصفه وبنسميها adverbs of degree، يعني ظروف الدرجه. ها يبقى دي ظروف الحاله اللي هي المنر، وديت ظروف الدرجه بتيجي قبل الصفه. يبقى شورتلي باختصار اللي انا عايز اقوله، الظرف اذا كان بالنسبه للحاله بيجي بعد الفعل، او بالنسبه للدرجه بيجي قبل الصفر، تمام. سؤال جميل جدا، هل دي بس هي انواع الظروف؟ نو طبعا، لا، ده انت عندك حاجات كتيره جدا. يعني انت بالنسبه لك اللي انت شفت يوجوالي والويز وسمتايمز واوفن والحاجات دي كلها، دي بيسموها adverbs of frequency، يعني ظروف التكرار، وموقعها مختلف عن دولت خالص. يعني انت شايف انها بتيجي قبل الفعل الاساسي وبعد فعل to be، يعني he always goes to school او he is always late، تمام؟ ده بالنسبه لظروف التكرار. في عندك adverbs of time، ظروف الوقت اللي هي يسترداي، واللي هي اللي بيدلوا على الازمنه عموما، ودي بتيجي في اول الجمله وفي اخر الجمله، اوكي؟ ولو جت في اول الجمله بنحط بعدها كومه، لو جت في اخر الجمله ما بنحطش بعدها ايه؟ حاجه.
يبقى ديت عموما ايه هو الظرف وبعض انواع ايه الظروف. طيب عندي هنا في كلام تاني شكل الظرف بقى. احنا خدنا هنا بالنسبة لشكل الظرف شكل واحد بس اللي هو الصفة بنضيف لها اللي واي مع adverbs of ايه of manner. نكمل نشوف بالنسبة اعزائي الطلبة لشكل الظروف عندي good صفة الظرف منها will. يبقى هنا اذا الشكل بتغير. يعني ما اقول لك he is a good speaker يعني هو متحدث جيد. انا عرفت ان جود هنا صفة حاجة بسيطة خالص لان بعدها اسم. طب انا لو قلت he speaks ما ينفعش اقول جود he speaks ايه will he speaks will وبالتالي يبقى will هو الظرف لانه جه بعد ايه فعل. تمام ده بالنسبة للجزئية دي. عندي في fast hard early far late. تمام تقريبا دولت ظرف وصفة في نفس الوقت. واحد هيقوم قال لي طب انا هعرفهم اذا كانت صفة ازاي وظرف ازاي. بكل بساطة اذا جت قبل اسم فهي صفة اذا جاء بعد فعل فهو ظرف. يعني هنا he is a hard worker he works hard. طبعا هنا في الأولانية تمام أعزائي الطلبة دي صفة لأنها بعدها اسم. طب في الثانية تمام لأن هنا ظرف لأن جاية بعد ايه فعل. تمام يبقى إذا اتحد الشكل يعني شكل واحد أفرق بينه ازاي كصفة وكظرف إذا قبل اسم يبقى ايه صفة وبعد فعل يبقى ايه ظرف. النقطة الأخيرة طبعا في كلام كتير جدا ممكن أقوله ولكن أنا هنا محدود بالمرحلة السنية بتاعتي. أنا عايز نقط معينة معروفة عشان أقدر أمتحن فيها. هنا لو جيت أقارن الظروف أقارنها إزاي؟ بقارنها بالظبط زي الصفات الطويلة. بجيب قبلها مور أو لس وبحط الظرف وبحط زان. يعني ما أقول لك إيه؟ he drives more carefully than me. يعني هنا طبعا هنا ظرف لانها جايه بعد فعل drives يعني هو يقود بحرص اكثر مني. تمام يبقى كده اعزائي الطلبه حاولنا ان احنا نغطي النقاط المطلوبه مننا في الجزئيه ديت وفي الوحده الثانيه. ارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتوا مننا ووعد باللقاء في الفيديوهات القادمه. فالى اللقاء حتى نلتقي.